أهلا بكم إلى نشرة الثانية والربع، البداية مع العناوين. اعتصام للأساتذة أمام وزارة التربية وسط رفض للعودة إلى التعليم. وزير الصحة يطلق منصة ميدي تراك لتعقب الدواء. بعدما اقتحم قطاعات عدة، هل يصل قطار الدولة إلى المستشفيات؟ أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى قناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. أساتذة التعليم الرسمي يعتصمون أمام وزارة التربية دفعا باتجاه نيل المزيد من الحقوق، رافضين قرار الروابط بالعودة إلى التعليم في ظل الظروف القائمة. لما بيقول آخر 10 سنين فات على وزارة التربية حوالي 3 مليار دولار و350 ألف تلميذ بالبيت و45 ألف أستاذ بالشارع، بتكون هاي نتيجة طبيعية. ما عندنا وزارة التربية، وزارة اللا تربية ولا تعليم. اليوم بيقول نحن قلنا ساعدكم 100 ألف، رجعوا لما أضربنا كان ساعدنا ب40 ألف، يعني 1 دولار. اليوم ساعدنا 100 ألف، والدولار من 100 ألف، يعني بدنا نرجع على ساعة دولار. اليوم بدي أكد ما في رجعة قبل العقد الكامل. حوافز السنة الماضية والمستحقات لصناديق المدارس والمستعان والإجرائي، حوافز الأساتذة 390 دولار، يعني جيت تقسطها وهي حق مكتسب. الأهم نحن لن نعود قبل سعر صرفة ثابت لنضمن أساس راتب يعيشنا بكرامة. ما حدا بحق له يصادر رأي الأساتذة، لا هيئة إدارية ولا وزير ولا رئيس ولا زعيم، أيا يكن الأمر لابد من العودة إلى أصواتكم أنتم، أصوات الجمعيات العمومية. هذه لازم نثبتها بشكل دقيق وثابت. كفى لتهديدات وزير متعجرف متكبر، كفى لسلطة فاجرة فاسقة كافرة بحق تعليم الفقراء في بلدي. كفى، لقد بلغ السيل الزبا أكثر من 3 سنوات والمعاناة تزداد، والواقع التربوي من سيء إلى أسوأ، والضحية الأساتذة والطلاب على حد سواء. قضيتنا اليوم هي لرفض الظلم والاستبداد والاستعباد على نخبة المجتمع والفئة الأكثر إنتاجاً من حيث صناعة وتصدير العقول وبناء المجتمع، وأيضا من أجل العدالة الاجتماعية التي تنهى عن الثراء الفاحش الغير المشروع وحرمان الطبقة الفقيرة من العيش ولو بالحد الأدنى. حملة القضاء على التعليم الرسمي عم نلاحظها سنة بعد سنة حتى بلغت أوجها هيدي السنة، ولكن بدنا نسأل كل المعنيين وكل المسؤولين بالوزارة وخارج الوزارة، شو قدموا للحفاظ على المدرسة الرسمية؟ اللي بيدعي الحرص على المدرسة الرسمية شو عمل للمدرسة الرسمية؟ اللجان النيابية ماذا قدمت؟ الحكومة ماذا قدمت؟ واللجان الإنقاذية ماذا قدمت؟ لازم كلنا سوا نتكاتف، شعب كلنا سوا نتكاتف ايد وحدة ضد هيدي المنظومة. أنا ابني وبنتي عم يجمعوا مصاري وعم يعملوا باسبور بدهم يسافروا على كندا. أنا بخجل منهم، أنا بدي أولادي يضلوا هون، بدي يبنوا البلد، ما بدي يفلوا. أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض خلال مؤتمر صحفي إلى أنه وسع عدد المراكز التي يمكن للمريض الحصول منها على رقم صحي موحد للاستفادة من أدوية السرطان، وقال إن منصة ميدي تراك سمحت للوزارة بضبط تهريب ووقف تخزين الأدوية والهدر المالي. وأكد الأبيض أن منصة الأمان الدوائية أصبحت تشمل ما يتراوح بين 53 و 58 صيدلية موزعة على كافة الأراضي اللبنانية تضمن حصول المرضى على أدويتهم. بداية
لك وزارة الصحة لحتى تجاوب على الأسئلة من المواطنين وتسهل عليهم الوصول إلى الدواء، أعدت حملة إعلامية بهدف تثقيف المواطنين وأعطائهم المعلومات. الموضوع الأول هو موضوع الرقم الصحي الموحد اللي بيسمح للمريض أنه يوصل لهذا الدواء، اللي هي حوالي 15 مركز على كل الأراضي اللبنانية اللي ممكن المريض يجي ويعمل الرقم الصحي أو الرقم الطبي الموحد، إن كان ببيروت بجبل لبنان، بالشمال، عكار، الجنوب، النبطية، الهرمل أو البقاع. الموضوع الثاني طبعاً كان موضوع منصة الميديتراك أو أمان، وهي اللي بتسمح لنا أنه نحن نلاحق الدواء من وقت وصوله إلى المطار إلى وقت وصوله إلى وقت إعطائه للمريض. وهيدا النظام كتير مهم لأنه سمح لنا نضبط التهريب أو التخزين، وهيدا حقيقة نوفر كتير من الأدوية اللي هلأ صارت عم تروح للمرضى المستحقين، قبل كانت تروح لجهات أخرى. فنحن بهيدا الموضوع بالتعاون كذلك مع اللجان العلمية بوزارة الصحة وكذلك الجمعيات العلمية على منصة أمان، كذلك عم ينعمل البروتوكولات اللي هي بتسمح انه نحن نعرف انه على اي اساس المريض عم ياخذ هيدا الدواء. على طريق الدولره، هل يتخذ القرار بتسعير تعريفه الاستشفاء بالدولار؟ نقيب المستشفيات سليمان هارون اجاب على هذا السؤال في مداخله له عبر الاو تي في. بعد ما تدفع الجهات الضامنه يعني نعم. مثل الدوله الاجتماعي ووزاره الصحه وتعاونيه الموظفين، اللي عم بيدفع الفرق هو المريض. يعني تاخدي فكرة، وزارة الصحة رفعت التعريفات 7 مرات، الضمان الاجتماعي رفعها 2.5، تعاونية الموظفين بحدود 10 مرات، بينما فعليا الدولار صار 50 ضعف عما كان عليه بالأول، وبالتالي بعد تعريفات الجهات الضامنة الرسمية أوطى بكتير 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 من الكلفة الفعلية. عمليا هلأ اللي عم بيصير المواطن عم بيدفع الفرق، مشان هيك نحن عم نناشد الجهات الضامنة الرسمية تعمل التعريفات مع مؤشر على الدولار، أسوة بكل شيء، كل شيء صار فيه مؤشر على الدولار، من الأكل للمعدات الطبية للأدوية للمحروقات، يعني ونحن بنشتري منهم كلهم هودي، بالتالي فعليا كلفتنا صارت بالدولار، ولابد انه نحن نفوتر فوتيرنا بالدولار. هلا التداعيات موجوده، يعني صار له عمليا صار للمستشفيات اكثر من 4-5 اشهر عم بتدفع المرضى فروقات، وعم ننادي وعم نحكي على كل وسائل الاعلام انه يا جماعه يا جهات ضامنه شوفوا المريض شو عم بيدفع فروقات، وما بنقدر، يعني بتكون في خيار، يا اما بدنا نسكر المستشفيات او في حدا بده يدفع الفرق بالفاتورة. لحديت هلا المريض هو عم يدفع الفرق. هلا للأسف أنا شعوري إنه جهات الضامنة الرسمية ما عندها الطاقة المادية إنه تغطي الكلفة الحقيقية للفاتورة، ولحد المستقبل المنظور أنا مثل ما شايف بتأسف أقول إنه المريض هو يلي عم يدفع الثمن. أرقام خيالية عم تطلع عشرات ملايين أو مئات ملايين الليرات، وهذه مش بقدرة المواطن يدفعها. أهالي ضحايا انفجار المرفأ وأهالي ضحايا الاغتيالات يحركون ملفاتهم من جديد من أمام قصر العدل ويدعون إلى تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت. نحن كأهالي ضحايا بعدنا مأمنين بالعديد من القضاة وبالتحقيق اللي محلي، لأنه مثل ما شايفين بهيدي الصورة اللي معي بعد في قضاة شجاعين، المحقق العدل نحن عنا ثقة فيه وبعمله، إنما السلطة السياسية الفاسدة هي بتشبك علاقات وبتشبك أدوات وين ما كان، وبتخلي هيدا الفساد حتى وصل لقلب العدلية. هن متحكمين ببعض القضاة وبهمهم يكون في قضاة مثل مدعي عام التمييز يلي جرب يخردق هيدا الملف واطلق سراح كل الموقوفين بطريقه غير قانونيه، بس برجع بكرر وبقول انه نحن بعد عنا امل بانه في قضاة شريفين ونزيهين بلبنان، بس بدي اقول شغله، نحن كاهالي وين في عنا امل انه ناخذ حقوق ضحايانا رح نروح عليه، نحن جريمه ضد حقوق الانسان، وفي عنا امل انه لجنه تقصي حقائق دوليه وبعض الدول
صوته من أجل اعتباره جريمة ضد حقوق الإنسان ويصير في لجنة تقصي حقائق دولية من أجل التحقيق والمساءلة بهذا الملف، والمجرمين ما يهربوا من درم المساءلة والعدالة. لو نحن عنا بلد حدوده مسكرة كان صار في عنا انفجار مرفق بيروت أو صار تفجير انفجار مرفق بيروت؟ أكيد لا. لو عنا بلد حدوده مسكرة كان صار في عنا الجريمة اللي صارت بتلال وماتوا العالم محروقين؟ أكيد لا. لو نحن عنا بلد حدوده مسكرة كنا نحن عم نعيش هيدي الحالة الاقتصادية من وراء التهريب الحاصل إن كان للدولار وإن كان للمواد الغذائية المدعومة وإن كان حتى للفيول المدعوم، ونحن قاعدين ببيروت في كتير عالم بتضيع هلأ عندهم كتير سقعة. نحن كل شيء عم نطلبه من القضاء اللبناني إنه مرة وحدة ينتفض للقسم تبعه، ينتفض لكرامته، ينتفض للقسم تبعه. أنا بعرف التهديدات اللي إجت إنه نحن منحط عليكم عقوبات إذا ما بتفلتوا بعض الأشخاص. بعض القضاة قالوا لي لألي شخصيا نحن عنا أولادنا برا عم يتعلموا لح يرجعوا إذا ما طلعناهم. وأنا أكيد الشيء اللي صار مع الرئيس عويدات حتى هو بيقول هذا الشيء مش قانوني، وأنا عم برد على قرار سابق. هذا منا، نحن مش عم نلعب انكيات. نحن اليوم ونحن المفروض نوقف 24 على 24، لأنه بلا عدالة، بلا ما تتحقق العدالة بهالبلد المدمر اللي هو تحول لمقبرة كبيرة، إنه بلا ما تتحقق العدالة ما حيصير في شيء. يعني إطلاقا إنه الناس كلها يا أما تقتل يا أما تنهب يا أما تهجر. فاصل ونعود. نتابع النشرة مع تذكير اليوم. في معظم إطلالاته الإعلامية يحمل إلي الفرزلي النائب جبران باسيل مسؤولية قانون الانتخاب الحالي الذي يصفه بالمسخ، فيما أشاد سابقا بالقانون المذكور وبدور باسيل في إقراره. إن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الذي كان على رأس هذا النظام في سبيل إعادة إنتاج هذا الدور وفي سبيل إقرار قانون انتخابي مكن المكونات جميعها من أن تنتج هذا التمثيل وتصحح هذا التمثيل لهذه المكونات، فإنني أقول صحيح إنه قرار رئيس الجمهورية، ولكن يجب أن نعترف وبإرادة كاملة وبتصميم وبرأس مرفوع أن المفاوضات الذي دارها هذا الحريف، هذا الذكي، هذا المناضل، هذا البطل الذي يدعى اسمه جبران باسيل وعدة الشاعر، ولا نقول هذا من باب المجاملة، ولا نقول هذا من باب المجاملة. أنتم بتعرفوا جميعا أنا لم بحكي بهذا الموضوع، وهذه هي الحقيقة المطلقة، أنه لم تكن هذه الإرادة الصلبة من قبل معالي الوزير، وقد تحمل ما تحمل من حملات استهدفت هذا الدور لأنه مثل طوال الوقت الاستمرارية الموثوقة لهذا الوجود القيادي والريادي في هذه الدولة اللبنانية. والله والله وأقولها مرتين أنه لم نكن لنحصل على قانون انتخاب مكن المكونات من أن تعيد إعادة إنتاج نفسها وإعادة تفعيل دورها في هذا النظام السياسي. إلى أسرار اليوم. يشكو نائب سابق من تجاهل الفريق السياسي لآراءه ومداخلاته السياسية، لكنه يفضل إبقاء امتعاضه بعيدا عن الإعلام حرصا على وحدة الصف. يستغرب مرجع سياسي كبير كمية الحقد التي يتابعها يوميا عبر مواقع الإعلام والتواصل، ويعتبر أنها غير مسبوقة بتاريخ لبنان.
كرر سمير جعجع موقفه السابق إزاء طروحات نقلت إليه لمحاولة التفاهم على مرشح رئاسي أو أكثر بين الأفرقاء المسيحيين. نعود بعد الفاصل الثاني. وهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب وتويتر فيسبوك إنستغرام وتيك توك. إلى اللقاء.